بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجدد بنا اللقاء بفضل الله تبارك وتعالى في ترجمة إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وجزاه الله تبارك وتعالى خيرا على ما قدم للإسلام وما قدم للمسلمين. نتطرق اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى طرف من ثناء الأئمة على إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري وتعظيم قدره عندهم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عمر بن حفص الأشقر: سمعت عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، توفي سنة 221 للهجرة، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، روى عنه البخاري في صحيحه 118 حديث. عبدان هو لقبه، ولقب بذلك لاجتماع لفظ العبودية في اسمه وفي كنيته، فهو عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فلذلك سمي بعبدان على التثنية. يقول: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار بيده إلى محمد بن إسماعيل. وقال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة، محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال مسدد رحمه الله: يا أهل خراسان، لا تختاروا على محمد بن إسماعيل، لا تختاروا على محمد بن إسماعيل، يعني يكفيكم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقال موسى بن قريش: قال عبد الله بن يوسف للبخاري: يا أبا عبد الله، انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من السقط. قال نعم. وهذا يدل على نبلهم وعلى عظيم مكانتهم، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان لذلك. قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب ابن بجير رحمه الله تبارك وتعالى، أبو أيوب الأزدي البصري قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، توفي سنة 244، روى عنه البخاري في صحيحه 145 حديث وثلاثة أحاديث في المتابعات، وروى له الباقون باقي الخمسة، بقية الأصحاب الكتب روى له بواسطة أو روى عنه بواسطة رجل. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: بين لنا غلط شعبة. طبعا شعبة ابن بسطام رحمه الله، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تبارك وتعالى، هذا أحد القمم الرواسي، أحد القمم وأحد الجبال الرواسي رحمه الله تبارك وتعالى. مسألة بين لنا غلط شعبة، مش معنى كده أن شعبة له خطأ يعني يقدح، ولكن المعنى أن شعبة رحمه الله تبارك وتعالى كانت له عناية فائقة بالمتون، وهذا كان يجعل شعبة يقع له غلط أو أخطاء في أسماء الرجال. وضحت كده المسألة؟ يبقى شعبة، بين لنا غلط شعبة في هذه المسألة، أن كانت شعبة له عناية فائقة بالحديث نفسه، فهذا كان يؤثر في أسماء بعض الرجال، ربما يقع له الخطأ في أسماء الرجال، لكن لعنايته الشديدة بالمتن رحمه الله تبارك وتعالى. أدي المقصود بهذه المسألة. نعم. قال البخاري:
كان إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله تبارك وتعالى، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه رحمه الله تعالى. توفي سنة 226، روى عنه البخاري 221 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ابن أخت الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري: إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه. كان الإمام البخاري إذا انتقى من كتاب إسماعيل بن أبي أويس أحاديث اختارها، انتخبها يعني اختار بعض هذه الأحاديث، كان إسماعيل بن أبي أويس يأخذ هذه الأحاديث لنفسه. ده دليل على أن الإمام البخاري عنيت بهذه الأحاديث أو انتقاء لهذه الأحاديث، ده دليل على صحيتها وعلى علو درجتها وعلى علو كذلك رجالها وتوثيق رجالها، فكان ينتقيها لنفسه من بين أحاديثه بمراجعة الإمام البخاري له رحمه الله تبارك وتعالى. وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي، انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. وده بيبين لك فقه الأئمة وعظيم مكانتهم. فالإمام البخاري بيروي عنه وهو شيخ من شيوخه، وهو الحديث التي ينتقيها الإمام البخاري يفتخر بها بين طلاب الحديث. ولذلك قال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم جميعا: لا ينبل الرجل في العلم، لا يصير نبيلا في العلم حتى يأخذ ممن فوقه ويأخذ ممن مثله ويأخذ ممن دونه. لا ينبل، لا تتحقق له هذه المكانة العظيمة إلا إذا أخذ العلم ممن فوقه وممن مثله، ممن هم في طبقته من أقرانه ومن أسنانه، وممن دونه ممن هم أقل منه، ممن هم أقل منه. قال البخاري رحمه الله: اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس. وهذا لمكانة الإمام البخاري عند ابن أبي أويس رحمه الله، ليزيدهم في القراءة ففعلت، يعني يزيد لهم عدد الأحاديث التي يقرأها عليهم من حفظه أو من أحاديثه. قال: ففعلت، يعني توسطت في هذا الأمر وكلمت ابن أبي أويس في هذه المسألة. قال: فدعا الجارية فأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليهم. قلت: إنما أرادوا الحديث، هم لم يريدوا المال، إنما أرادوا الحديث. قال: أجبتك إلى ما طلبوا، يعني ما سألتني إياه سينفذ، سأزيدهم في قراءة الأحاديث أو في عدد الأحاديث، أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة، غير أني أحب أن يضم هذا إلى أن يظهر أثرك فيهم. أنا عايز كمان يعرفوا علو مكانتك عندي، أن أنت توسطت وأنا قبلت هذه الوساطة، مش كده وبس. وهذا الأمر يزيد الإمام البخاري مكانة عند أصحاب الحديث، ويعظم قدره عندهم بقبول الوساطة من جانب، وبهذه الدنانير التي ينثرها بين أيديهم من إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله تبارك وتعالى، فيزداد مكانة عند أصحاب الحديث، ويعلم أيضا مكانته عند شيوخه، ويعلم مكانته عند شيوخه رحمة الله على الجميع. وقال لي ابن أبي أويس: انظر في كتبي وجميع ما أملك لك، وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا، ما دمت حيا. وقال حاشر بن إسماعيل: لما قدم محمد بن إسماعيل على سليمان بن حرب نظر إليه سليمان فقال: هذا يكون له يوما صوت أو صيت، يكون له مكانة في وسط هذا هذه الجبال الرواسي من علماء الحديث ومن حفاظ الحديث. وصدق ما يعني أجراه الله تبارك وتعالى على قلبه وعلى لسانه من هذا الأمر. يقول محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الصيرفي الفلاس، وليس بفلاس قطعا يعني، نعم، لكن هذا لقبه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو ثقة حافظ متفق عليه، توفي سنة 249 للهجرة، روى عنه البخاري 51 حديث، وروى عنه مسلم حديثين.
يقول محمد بن أبي حاتم عن أبي عبد الله البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث، يعني قرأوا عليه حديث رحمه الله تبارك وتعالى، فلم يعرفه الإمام البخاري، فلم يعرفه الإمام البخاري، هم أصحاب عمرو بن علي وهو شيخهم، فصروا بذلك فذهبوا إلى عمرو بن علي، يعني كأنهم ينقلون إليه بشرى أن محمد بن إسماعيل البخاري قرأ عليه حديث من حديث عمرو بن علي، فلم يعرف هذا الحديث، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: لا أعرفه. فصروا بذلك وصاروا إلى عمرو فأخبروه. انظر إلى أدب العلماء وإلى أدب الشيوخ مع بعضهم البعض، أدب العلماء مع بعضهم البعض. فقال عمرو بن علي رحمه الله تبارك وتعالى: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وهذا إن دل يدل على مدى تقاعد الإمام البخاري في العلم وفي الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك على مدى خضوع وإذعان الكبار له رحمه الله تبارك وتعالى لعلمهم بتقاعده في العلم رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الله تبارك وتعالى الجميع. وهذا يبين لك أيضا يعني أدب العلماء في إزالة العصبية للمشايخ، في إزالة العصبية للمشايخ، وهذا من الآداب التي يجب أن تورث عند طلبة العلم. وقال حاشر بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى شيخ البخاري يقول: اكتبوا عن هذا الشاب، يعني البخاري، فلو كان في زمن الحسن يعني البصري لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه، لمعرفته بالحديث وفقهه رحمه الله تبارك وتعالى. قال محمد بن أبي حاتم: وسمعت علي بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ثقة حافظ، توفي سنة 244، روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، روى عنه البخاري 3 أحاديث وروى عنه مسلم 188 حديث رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: ما أخرجت خراسان إلا 3، أو أخرجت خراسان 3: أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ المخزومي الرازي، إمام حافظ ثقة مشهور من الأعلام رحمه الله تعالى، توفي سنة 264، روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، روى عنه مسلم في صحيحه حديثين. فما أخرجت خراسان إلا 3: أبو زرعة الرازي رحمه الله، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم رحمة الله على الجميع. قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله، فلما قرأه قال: كيف خلفت ذلك الكبش، كيف خلفت، يعني كيف تركت ذلك الكبش، فقلت: بخير. فقال: لا أعلم مثل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى قال: سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل، ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل. وقال محمد ابن إبراهيم البوشنجي: سمعت بندارا، يعني محمد ابن بشار هو بندار الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعني البندار التاجر المكثر في التجارة رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا لقبه رحمه الله. يقول: سمعت بندارا، يعني محمد ابن بشار، توفي سنة 228 للهجرة، يقول: ما قدم علينا مثل محمد ابن إسماعيل. وقال حاشد ابن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد ابن إسماعيل، فلما قدم
قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء، اليوم دخل سيد الفقهاء. وقال أيضا محمد بن أبي حاتم: سمعت إبراهيم بن خالد المروزي يقول: رأيت أبا عمار الحسين بن حريث ثقة من العاشرة، توفي سنة 244، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يثني على أبي عبد الله البخاري ويقول: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث، كأنه لم يخلق إلا للحديث. وهذا صحيح، هذا قول صحيح، لم يخلق الإمام البخاري إلا للحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وقال محمد بن يوسف: لما دخلت البصرة صرت إلى بندار. محمد بن يوسف بلدي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لما دخلت البصرة صرت إلى بندار فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من خراسان. قال: من أيها؟ قال: من أيها، يعني من أي أقاليم خراسان أنت؟ قلت: من بخارى. قال: تعرف محمد بن إسماعيل؟ قلت: أنا من قرابته، قلت: أنا من قرابته. فكان بعد ذلك يرفعني فوق الناس رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا من البر، هذا من البر، فحسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد يعني ابن أبي حاتم: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس بندار، فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ قال: من أين الفتى؟ قلت: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ فهو لم يعرفه، فهو لم يعرف، أو ربما يعني ظن أن الإمام البخاري أسن من ذلك، كان الإمام البخاري ما يزال يعني شابا، يعني ربما لم يتجاوز العشرين من عمره رحمه الله تبارك وتعالى، أو إن جاوزها يكون جاوزها بقليل رحمه الله تبارك وتعالى. فربما ظن بندار رحمه الله أن الإمام البخاري أسن من ذلك رحمة الله على الجميع. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكت، بص أدب الإمام البخاري، فلم يعرفه بنفسه، لم يقل أنا أبو عبد الله، لم يقل أنا البخاري، فأمسكت رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له طلاب الحديث: يرحمك الله، هو أبو عبد الله، هو أبو عبد الله. فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين، مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. انظر إلى الرحم الذي يجمع أهل العلم، انظر إلى الرحم الذي يجمع أهل العلم، فهذا رحم موصول بالله تبارك وتعالى، فهذه أعظم، أو هذا أعظم الأرحام، هذا أعظم الأرحام. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت جعفرا الفربري يقول: سمعت عبد الله بن منير يقول: أنا من تلاميذ محمد بن إسماعيل وهو معلمي، ورأيته يكتب عن محمد بن إسماعيل. الأمر دوت فيه وقفة. فعبد الله بن منير أبو عبد الرحمن المروزي الزاهد ثقة عابد، ثقة عابد، روى عنه البخاري والترمذي والنسائي، روى عنه البخاري في صحيحه 15 حديثا. وقال يعني رحمه الله تبارك وتعالى، قال أبو عبد الله: لم أرى مثله، لم أرى مثله رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام البخاري وهذا شيخه، وانظر إلى كلام الشيخ على يعني الإمام البخاري وكلام الإمام البخاري على شيخه رحمه الله تبارك وتعالى. قال محمد: سمعت إبراهيم بن محمد بن سلام يقول: حضرت أبا بكر بن أبي شيبة فرأيت رجلا يقول في مجلسه: ناظر أبو بكر أبا عبد الله في أحاديث سفيان. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. وأبو بكر هذا ابن أبي شيبة من أقران الإمام أحمد وعلي بن المديني في السن رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فعرف كلها،
يعني الإمام البخاري عرف كل أحاديث سفيان رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أقبل محمد يعني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على أبي بكر بن أبي شيبة فأغرب عليه 200 حديث، جاءه ب200 حديث عن شيخه سفيان بن عيينة فلم يعرفها أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تبارك وتعالى. فكان أبو بكر بعد ذلك يقول: ذاك الفتى البازل، ذاك الفتى البازل. البازل هو الجمل المسن، مش السن يعني الطاعن في السن، ولكن هو الجمل الكامل النضج. نعم، واضح كده. أدي معنى ليه البازل، الجمل البازل. فهذا من يعني الثناء على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يريدها هنا البصير العلم، البصير بالعلم الشجاع رحمه الله تبارك وتعالى. فالبازل بمعنى الكامل، البازل بمعنى الكامل. يقال بزل الناب بزولا طلع فهو بازل، والبعير طلع نابه فهو وهي بازل، والجمع للجمال بزل، الجمع للجمال بزل، وللنوق للإناث يعني بوازل، والجمع للإناث بوازل. ومنه قول جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزد القناعيسي. ابن اللبون اللي هو الجمل اللي هيكون عنده 2 سنين، ماشي كده، اللي يكون عنده ايه 2 سنين. فلما تجيب اللي عنده 2 سنين ده وتحطه بقى بجوار البازل دوت وتربطهم مع بعض وتجريهم بسوا، يقوم الكامل اللي هو في النمو وكامل في السن وكامل في القوة مع اللي 2 سنين دوت، وتحطهم جنب بعض مثلا في عربة، في حبل واحد قرن يعني حبل واحد، وتحطهم ويمشوا مع بعض. عبات المسن البازل دوت ما ياخد خطوة يكون ابن اللبون ده أخد كم خطوة؟ واضح كده. فبالتالي إذا صال عليه بقى كمان البازل ده، ابن اللبون يقدر يعمل معي إذا يعني حب إن هو يعتدي عليه مثلا، ابن اللبون ده يقدر يعمل إيه مع البازل الكامل دوت؟ فهذا هو قول جرير في هذه المسألة: وابن اللبون إذا ما لز في قرن يعني اتربط في حبل مع إيه؟ مع هذا البازل، مع هذا البازل، لم يستطع صولة البزل القناعيسي يعني القوية الفتية الكاملة. نعم. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، توفي سنة 235، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، روى عنه الإمام البخاري 19 حديث، وروى عنه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى 1540 حديث. يقول محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا بكر المديني يقول: كنا يوما بنيسابور عند إسحاق بن راهوية رحمه الله، ومحمد بن إسماعيل حاضر في المجلس، فمر إسحاق بحديث وكان دون الصحابي، يعني دون الصحابي التابعي، الرجل الذي أخذ الحديث عن هذا الصحابي، وكان دون الصحابي عطاء الكيخراني، فقال إسحاق: يا أبا عبد الله، إيش كيخران؟ بيسألوا إيش كيخران. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: قرية باليمن كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعث هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان يسميه أبو بكر المديني، فأنسيته إلى اليمن، فمر بكيخران فسمع منه عطاء هذا حديثين، فسمع منه عطاء هذا حديثين. انظر إلى يعني حافظة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وسرعة استدعائه للمعلومة من هذه الحافظة رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له إسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع: يا أبا عبد الله، كأنك قد شهدت القوم، كأنك كنت حاضر في هذه البلدة أو في هذه المدينة وشهدت القوم بعينيك، رحمة الله على الجميع. وقال أبو جعفر: سمعت يحيى ابن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. يعني لو قدر الله عز وجل للإمام البخاري حياة
أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى بأي شيء كان يزيد رحمه الله تبارك وتعالى في خدمة الإسلام وفي خدمة السنة وفي الذب عن حياض الدين وعن حريم الدين رحمه الله تبارك وتعالى، اللي كان ممكن يأتي به الإمام البخاري فوق ما قدمه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا يقول موتي موت رجل، لكن موت الإمام البخاري فيه ذهاب للعلم، فيه ذهاب للعلم رحمة الله على الجميع. قال: وسمعت يحيى بن جعفر وهو البيكندي يقول لمحمد بن إسماعيل: لولا أنت ما استطبت العيش ببخارة، لولا أنت ما استطبت العيش ببخارة رحمة الله على الجميع. يقول محمد بن يوسف: كنا عند أبي رجاء. أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني رحمه الله الحمصي، توفي سنة 240، حديثه أخرجه الجماعة، روى عنه الإمام البخاري 320 حديث وأربع أحاديث في المتابعات، وروى عنه مسلم 668 حديث. فسئل قتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى عن حكم طلاق السكران، عن حكم طلاق السكران، فقال رحمه الله تعالى: هذا أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى محمد بن إسماعيل، فجمع له ثلاث قمم: الإمام أحمد وهو من هو رحمه الله تعالى، وإسحاق بن راهوي وهو من هو، حتى قال الإمام أحمد: ما عبر الجسر أفقه من إسحاق بن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء، لكن ما زال الناس يختلفون. وجمع له أيضا علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع في هذه المسألة، في هذا الأمر جمع له هؤلاء القمم جمعهم في شخص محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ومذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أنه إذا كان مغلوب العقل، اللي هو بيسمى السكران الطافح، يسمى في اللغة السكران الطافح، أنه إذا كان مغلوب العقل، زال عقله، فإنه لا يؤاخذ بذلك، يعني لا يسري طلاقه ولا يصح عقده ولا يصح أي شيء من أموره، لأنه غائب العقل، كما جاء لا طلاق في إغلاق، والعقل هنا بالنسبة له مغلق، العقل هنا بالنسبة له مغلق. فكان مذهب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إذا كان مغلوب العقل حتى لا يذكر ما يحدث في حال سكره أنه لا يجوز عليه من أمره شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. قال إسحاق بن أحمد بن خلف: سمعت أحمد بن عبد السلام قال: ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني رحمه الله، يعني ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني. شوف الإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد من الناس إلا بين يدي علي بن المديني. وعلي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى أستاذ علل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فبلغ هذا القول لعلي رحمه الله تبارك وتعالى فقال: دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. ولذلك كان يقول رحمه الله تبارك وتعالى عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى: ما نزلت على شيخ إلا كان ما استفاده مني هذا الشيخ أكثر مما استفدته منه. يبقى الإمام البخاري ده إيه بقى رحمه الله تبارك وتعالى. يقول محمد بن أبي حاتم: قدم رجاء الحافظ، وهو رجاء ابن أبي رجاء، واسمه أبي رجاء هذا مرجى الغفاري المروزي نزيل سمرقند، أبو محمد الحافظ، ثقة من الحادية عشرة، توفي سنة 249، روى عنه أبو داود وابن ماجة، وخرج له الإمام البخاري تعليق. يقول محمد بن أبي حاتم: قدم رجاء الحافظ رحمه الله تعالى فصار إلى أبي عبد الله البخاري فقال لأبي عبد الله: ما أعددت لقدومي حين بلغك، وفي أي شيء نظرت؟ أنت عارف أن أنا جاي، يا ترى أنت قريت إيه اللي أنت رجعته،
ايه الحفظ اللي انت استزدته، ايه الامور دي كلها. يبقى يعني كأن هنا داخل يعني ممتلئ على الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. انت عارف ان انا جاي وحيبقى بيننا شيء من المناظرة، يا ترى انت بقى جهزت نفسك بايه لهذا الامر؟ وشوف المسألة هو رجاء مين؟ الحافظ. شوف اللقب، لقب يرعب، لقب ايه؟ يرعب. وبيقول للإمام البخاري هذا الكلام، أنت إيه اللي نظرت فيه وإيه اللي رجعته وإيه اللي درسته إلى آخر هذه الأمور. فقال له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: ما أحدثت نظرا، ما أحدثت نظرا ولم أستعد لذلك. أنا لا نظرت في حاجة ولا استعدت لذلك، ما فيش أي حاجة من اللي أنت إيه باللي أنت بتقولها ولا بتذكرها دي. فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل. إيه 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 بقى يعني اللي تاخده من هذه الكلمات ومن عظمة هذه الإجابة؟ أنا لا أحدثت نظر ولا ذكرت لك ولا استعدت لك ولا أي حاجة من الحاجات ديت. وإذا كنت عايز تسأل في شيء أو عايز تقول أي حاجة فهاتي ما عندك، فهاتي ما عندك. نعم. فقال: فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل. فجعل يناظره في أشياء، ده الإمام البخاري، فجعل يناظره في أشياء، فبقي رجاء لا يدري أين هو. تاه في كلام الإيه؟ في أمور في مناظرة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال له أبو عبد الله: هل لك في الزيادة؟ تحب أن احنا نزيد في هذا الأمر؟ تحب أن احنا نزود في هذه المسألة؟ فقال على استحياء منه رحمه الله تبارك وتعالى، فقال استحياء منه وخجل: نعم. قال: سل إن شئت. فأخذ في أسامي أيوب، فأخذ في أسامي أيوب، فعد نحو من 13، وأبو عبد الله ساكت. فلما فرغ قال له أبو عبد الله: لقد جمعت 13 اسم، دي حاجة كبيرة أوي، أنت كده إيه جمعت يعني وحفظت في هذه المسألة. فظن رجاء أنه قد صنع شيئا، ظن رجاء أنه قد صنع شيئا. فقال لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، فاتك خير كثير. أدي بقى اللي قدر يدخل منها، ده المنفذ، ده اللي قدر يدخل منه للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فزيف عليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى 7 أو 8 من أولئك، يعني 13 دول نزل له كمان منهم كام؟ 7 أو 8. زيف يعني رد وأبطل، رد له ايه؟ 8 دولت مش من مين؟ مش من اصحاب ايوب، ام منزلهم له من ال 13؟ واضح كده؟ شوف بقى ده، يا ريت الامر يقف عند كده، يا ريت الامر يقف عند كده. ثم زاده الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: واغرب عليه اكثر من 60 رجلا. اغرب عليه يعني جاب له ايه؟ جاب له 60 اسم ما يعرفهمش. يبقى ال 13 هو افتخر بيهم، رد له منهم كام؟ 7 أو 8. يتفضل له كام؟ 5. وهو ظن أنه يعني صنع شيئا، وبيقول للإمام البخاري فاتك خير كثير. فشوف الإمام البخاري رد 7 من دولة أو 8، وكمان زيف عليه أو أغرب عليه بستين رجل رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال له رجاء: كم رويت في العمامة السوداء؟ مش في العمامة بس، في العمامة الإيه؟ السوداء تحديدا. نعم. قال: هاتي كم رويت أنت. ثم قال: نروي نحو من 40 حديثا. فخجل رجاء من ذلك ويبس ريقه، ما بقاش عارف يبلع ريقه. مسألة مش كده، لأن الإمام البخاري في بعض الروايات هو قال له 40 أو كده، وبيجيب بقى اللي عنده. الإمام البخاري وصل لحد 70 حديث في العمامة الإيه؟ في العمامة السوداء، في العمامة السوداء. فالتاني طبعا يعني انتهت المسألة، انتهت المسألة. نعم. وقال: سمعت أبا عمرو المستنير ابن عتيق يقول: سمعت رجاء الحافظ. بص بقى، رجاء الحافظ هيقول ايه على الإمام البخاري بعد كده، ودي غاية الأدب الذي يجب أن نتعلمه. هي المسألة مش مسألة ايه اللي عندك وايه اللي عندي وانت أكتر وانا أكتر، ولكن المهم الخضوع، تعظيم قدر أهل العلم، معرفة قدر العلماء، وفي نفس الوقت الإذعان للحق، الإذعان للحق. إذا كان الحق معك أذعن وأنقاد لهذا الحق، وإن كان معي تنقاد وتذعن للحق. فلا بد أن يكون هذا القاسم هو الرابط بيننا، ده الرابط المشترك، أننا أتتبع الحق
متى ظهر؟ مش مشكلة يكون على لساني أنا، ومش لازم يكون على لساني أنا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا أبدا إلا وسألت الله عز وجل أن يظهر الحق على لساني. أنا مش عايز الحق يبقى على لساني أنا، يبقى على لسانه هو، وأنا أتبع الحق اللي هو إيه؟ اللي هو حيقوله. شوف الفقه، شوف الفقه. لكن إحنا للأسف يعني عندنا أمور لابد لها من معالجة، لابد لها من معالجة. نعم. فقال رجاء الحافظ رحمه الله: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء. شوف المسألة بقى، شوف الإذعان للحق، شوف الإذعان للحق رحمة الله على الجميع. فضل محمد بن إسماعيل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء. فقال له رجل: يا أبا محمد، كل ذلك بمرة؟ كل ذلك بمرة؟ فقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض. لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا إيه؟ إلا أهل الفضل، إلا أهل الفضل. وروى غنجار في تاريخه محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان أبو عبد الله صاحب تاريخ بخارى، وغنجار لقب له، وإنما لقب به كما قال أهل العلم لحمرة وجنتيه، وقيل لطلبه حديث غنجار الكبير وهو عيسى بن موسى البخاري. فيروي غنجار عن علي بن الحسين بن عاصم البيكندي قال: قدم علينا محمد بن إسماعيل فاجتمعنا عنده، فقال بعضنا: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. ده إسحاق بن راهوي بيقول: أنا عندي كتابي أنا في كام؟ 70,000 حديث، 70,000 حديث. فقال لهم الإمام البخاري رحمه الله: أوى تعجبون من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه، وما عنا بذلك إلا نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. قال سليم ابن مجاهد: لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. وقال أحمد بن حمدون النيسابوري: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي، ده شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع، رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. بيسأله في الأسماء وفي العلل، والإمام البخاري مر فيها كأنه يقرأ قل، ده لسلاسة هذا الأمر عنده وسهولة هذا الأمر عليه رحمه الله تبارك وتعالى. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وحسن نية الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الخطيب: قال أبو بكر محمد بن حريث: سألت الفضل بن العباس الرازي المعروف بفضلك المتوفى في سنة 270، أيهما أحفظ؟ أبو زرعة الرازي اللي تقدم ذكره، أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، أم محمد بن إسماعيل؟ فقال: لم أكن التقيت محمد بن إسماعيل، ما كنتش لسه قابلت الإمام البخاري، فاستقبلني يعني الإمام البخاري ما بين حلوان وبغداد، فرجعت معه مرحلة وجاهدت الجهد، وجاهدت الجهد، جهد الرجل في كذا يجهد، جد فيه وبالغ في الأمر، جد فيه وبالغ في الأمر، وجهدت الجهد على أن أجيء بحديث لا يعرفه البخاري فما أمكنني. تخيل هذا الأمر، إن أنا أجيب حديث واحد ما أعرفوش البخاري فما أمكنني ذلك. قال: وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره، يعني أتيه بحديث لا إيه؟ لا يعرفها أبو زرعة عدد إيه؟ عدد شعر أبي زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الخطيب: قال محمد بن حريث: سألت أبا زرعة عن ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ابن عتبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة، خلط بعدما احترقت كتبه رحمه الله، روى له مسلم مقرونا بغيره، وروى له أبو داود والترمزي وابن ماجه. رواية ابن المبارك وعبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرها، إن دولت من قدماء أصحابه، من قدماء من سمعوا عنه، ورواية القدماء عنه يعني يقبلها أهل العلم. نعم. فقال أبو زرعة: تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،
تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. وسألته عن محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشرة، توفي سنة 248، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. فقال أيضا تركه أبو عبد الله يعني البخاري قال محمد بن حريث، فذكرت ذلك للبخاري رحمه الله فقال بره يعني بر أبي زرعة الرازي بره لنا قديم، بره لنا قديم رحمه الله تبارك وتعالى. كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقدوا، حين تفتقدوا رحمه الله تبارك وتعالى. قال يوسف ابن موسى المروزي قدم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البصرة فسألناه أن يعقد لنا مجلس إملاء فأجاب. فلما كان الغد حضر الفقهاء والمحدثون والحفاظ حتى اجتمعوا قريب من كذا وكذا ألف. ده مجلس مين؟ الإمام البخاري، يعني المجلس معد بالإيه؟ بالألوف. المجلس معد بالإيه؟ بالألوف. المجلس التحديث بتاع الإمام البخاري معد بالإيه؟ بالألوف. نعم. فجلس البخاري للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم. يعني مش هجيب لكم أحاديث من برة، هجيب لكم أحاديث من مين؟ من مشايخكم، من الرواة بتوعكم. نعم، تستفيدون الكل، تستفيدون الكل يعني تنتفعون بها، تنتفعون بها. قال فبقي الناس متعجبين من قوله. اللي انت هتجيبه لنا ده عن أهل ايه؟ عن أهل بلادنا أو عن أهل بلدتنا، يعني جيب لنا حاجة تانية ممكن ما نعرفهاش، لكن تحدثنا عن أهل بلدتنا. نعم، فتعجبوا من قوله. ثم أخذ في الإملاء فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل ابن أبي رواد بلديكم، من بلدتكم، اللي هو تقدم اسمه اللي هو الملقب بعبدان. حدثنا أبي رحمة الله على الجميع عن شعبة ابن الحجاج أبي بسطام رحمه الله تبارك وتعالى، عن منصور يعني ابن المعتبر أبو عتاب السلمي رحمه الله تبارك وتعالى، كوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس، أخرج له الجماعة وغيرهم، عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة كثير الإرسال، أخرج له الجماعة، عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، يعني حديث المرء مع إيه؟ مع من أحب الحديث، وذكر الحديث. ثم قال: ليس هذا عندكم، إنما عندكم عن غير منصور عن سالم. جاب لهم الحديث عن إيه؟ عن غير إيه؟ اللي عندكم عن إيه؟ عن غير منصور. والحديث ده حديث مين؟ حديث إيه؟ أهل بلدتكم، من أهل بلدتكم، هم لا إيه؟ لا يعرفونهم، لا يعرفون. وأمضى المجلس على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، أمضى المجلس كله، مجلس الإملاء عليه، على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله أحمد بن عدي الحافظ: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد. ودي مسألة من المسائل المهمة اللي تدل على مدى تقاعد الإمام البخاري وعلو كعبه ومكانته رحمه الله تبارك وتعالى. لما عرفوا بدخوله إلى بغداد اجتمع أصحاب الحديث وأعطوا إلى طلاب الحديث 100 حديث، أعطوا 10 طلاب للحديث 100 حديث، وقلبوا أسانيدها. يعني بيجي مثلا يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، معروف هذا الحديث إن هو عن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. أدي الحديث إنما الأعمال بالنيات، ده إسناد وده المتن. فيوم جاي يعمل إيه؟ يوم جاي يشيل الإسناد دوت وحاطت مثلا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاي بيه إنما الأعمال بالنيات، ماشي كده. فده بيسميه العلماء ليه؟ الحديث المقلوب. والحديث المقلوب يحرم هذا الفعل إلا في حالة واحدة، وهي حالة الامتحان، وهي حالة ليه؟ وهي حالة الامتحان فقط. دي اللي العلماء أجازوا بس فيها إيه؟ هذه المسألة. عايز يمتحن طالب الحديث المحدث بس، لكن غير كده يحرم. غير كده إيه؟ يحرم فعل هذه الإيه؟ هذه المسألة. وطبعا هذه المسألة يعني مرت مع كثير من الشيوخ من الأمثلة العالية في ذلك، مثلا ما صنعه يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى مع أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تبارك وتعالى، أحد الثقات الأثبات، شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام أحمد، وشيخ يحيى بن معين، وشيخ ابن المديني وغيرهم رحمة الله على الجميع. وبدأ يدخله هذه الأحاديث، وكان الإمام وكان أبو نعيم يعني يعلى قدر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ودخله ضمن أحاديث، ضمن 30 حديث دخله 3 أحاديث ليست من أحاديثه. فأمضى الأول اضرب عليه ليس من حديثه، والثاني تغير وجهه قال اضرب عليه ليس من حديث، أما في الثالثة فقال لك لا بقى، يعني الأول مرة ممكن يكون مسألة يعني خطأ، الثانية برضو مسألة، لكن في الثالثة لا، يعني مش هتيجي المسألة تتكرر لثلاث مرات ويبقى العملية مش مقصودة. فيعني تكلم بكلام عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وعن أدب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يعني يستحي أن يفعل مثل ذلك. كان الإمام أحمد بيحذر رفيقه وصديق عمره يحيى بن معين هذا الأمر، ويقول له الرجل ثبت فلا تفعل، قال لابد. فما كان من ذلك أن أبو نعيم رحمه الله تبارك وتعالى قال ولا يكون هذا إلا من فعلك يا فاعل، لمين؟ ليحيى ابن معين. وما كان إلا أن رفصه من على الدكان فقلبه في الأرض وغضب ودخل منزله رحمه الله تبارك وتعالى. فقال له أحمد رحمة الله على الجميع إمام أهل السنة، قال ألم أقل لك الرجل ثبت لا تفعل؟ إيه اللي نابك من هذا الفعل؟ فقال والله لهذه الرفصة أحب إلي من رحلتي. شوف العلماء وشوف أدل، دول كبار فيعني الصغار بقى أحوالهم يعني تدمي القلب، نسأل الله العافية. وده حصل أيضا مع أبي الحجاج المزي رحمه الله تبارك وتعالى، برضو حب واحد يعني دخله هذه المسألة، فتبسم رحمه الله تبارك وتعالى وكان متكئا فاعتدل وقال لا 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 لست أنا ذاك البخاري. يبقى هو عرف ولا ما عرفش؟ ما هو عرف، لكن بص الأدب مع الكبار، لا ما تعملش معايا ديت، ده اللي المسألة تتعامل مع أمثال مين؟ البخاري هو، لكن شوف الأدب، أدب العلماء. نعم. فالمهم جمعوا هذه المسألة وأعدوا العدة للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، واستقر المجلس وتمكن المجلس، وجمع المحدثون والعلماء وحتى عوام الناس، الكل اجتمع في هذا المجلس. وبدأ الأول، لو قلنا الأول عمرو، الثاني زيد، بدأ عمرو يقول 10 أحاديث ألقيها على الإمام البخاري، والإمام البخاري أول حديث قال لا أعرفه، والثاني لا أعرفه، الثالث العاشر لا أعرفه، راح جاي الثاني على طول زيد العشرة، الأول لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، لا. فالناس اللي يعني أمثالي كده على قدرهم سابوا المجلس، الرجل ده ما يعرفش حاجة، وأخذوا بعضهم ومشوا. مسألة مش جايبة همها، هنقعد نعمل إيه بقى؟ لكن العلماء أصحاب الحديث قالوا عرف الرجل، عرف الرجل من أهل العلم، عرف. فلحد ما دارت المسألة على العشرة وأتموا 100 حديث، 100 إيه؟ 100 حديث. ثم استدار الإمام البخاري بعد أن انتهوا إلى الأول إلى عمرو، وأم جاي جايب له الأحاديث العشرة بتاعته اللي هي المقلوبة ديت، جابها له بترتيبها كما ذكرها، ويرد كل إسناد إلى متنه أو كل متن إلى إسناده. ثم استدار إلى زيد وقام جايب له الباقي العشرة التانيين على إيه؟ على ترتيبها كما قال. يعني المسألة، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول وهنا يخضع للبخاري. ليه؟ قال لك أن أي واحد طالب حديث محدث متمكن من حفظه ممكن يرد المية دولت بعضهم لبعض،
لكن عظمة الإمام البخاري إن هو من أول مجلس ومن أول لحظة حفظ المئة حديث مرتبة، ما جابش 99 مكان 80 ما جابهاش، المئة حديث مرتبة مقلوبة الأسانيد على ما ذكروه، وعارف كل واحد قال له إيه من العشرة، فاستدار للأول أما حديثك كذا وكذا وكذا ويرد له، والتاني كذا وكذا لحد ما جاء إيه، فأذعنوا له بالتقدم وأنه لا يتقدمه أحد في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. ده الإمام البخاري اللي احنا إيه؟ اللي احنا بنتكلم عنه، ده الإمام البخاري اللي احنا بنتكلم عنه رحمه الله تبارك وتعالى. فكان ابن صاعد بعد ذلك إذا ذكر عنده محمد بن إسماعيل يقول ذاك الكبش النطاح، يعني مصارع لا يستطيع أحد أن يقف في مواجهته في حلبة المصارعة. طبعا هنا المصارعة على إيه؟ على الحديث، ما حدش يقدر، ما حدش يقف قدامه. وطبعا هنا الكبش النطاح يعني البيئة لها تأثير في أهلها، ماشي كده، البيئة لها تأثير في أهلها، فليس هو يعني مقصد. أنت ممكن لو قلت لواحد أنت كبش نطاح ولا حاجة مثلا ولا كده، يبقى هتبقى النطح هيبقى شديد، لكن دي بيئة، فالإنسان بيبقى ابن بيئته. ولذلك يعني يذكر في آثار العرب إن أحد الأمراء خرج في رحلة صيد مع بعض الحاشية، فمروا بأعرابي، راجل قاعد في البيئة بتاعته، عنده الغنم بتاعته، كلب الغنم، وعايش في البيئة ديت، ما يعرف شيء، فمروا عليه، يا أخ العرب شربة ماء، فأما طلع لهم حبة مية وسقاهم، هو ما يعرفش مين دولت، طبعا هم حاشية بقى، الأبهة، الثياب، أمور. فالأمير، كرم الأمير، ما رضاش أنه يعني ياخد شربة الماء وما يديش للرجل حاجة في مقابلها، فأخرج صرة من الدنانير ودفعها إلى الأعرابي. فالوزير بتاعه بيقول له يعني ألا تشكر الأمير، أنت مش ما فيش حاجة تقولها للأمير على اللي هو شربة مية في صرة الدنانير، ده إيه ده، ما فيش حاجة تقولها. فالرجل تفكر إيه اللي ممكن أنا أشكر به هذا الرجل اللي على الصنيع دوت، فحيبتدي يدعي أفضل حاجة في البيئة اللي هو تربى فيها. فقال له أنت كالتيس في حملك على الأعداء وكالكلب في حفظك للودي. البطانة والحشية متعاملة إيه؟ كله طلع السيوف وطلع الرماح، والراجل حيتقطع، الراجل حيتقطع، ما العملية خلاص بقى، ده أمير وانت بتقول له تيس وكلب، ايه ده؟ فالأمير يعني، وده من حسن الحظ ان الأمير عاقل عنده بعض من الحكمة، وإلا لو كان زي الحشية بتاعته يبقى بقى ايه، الله المستعان. فيعني قال لهم يعني على رسلكم، انتوا هتقطعوا الراجل على ايه، كلهم يشربوا من دلوه، الراجل اللي عايش البيئة بتاعته ايه، ما هو ما شافش غير كده، فهو انتقى افضل ما في هذه البيئة، العناصر هو شايفها، شايف تيس الغنم بيجري يعمل ايه في لما يشوف ديب ولا يشوف حد بيعتدي على الغنم ولا اي حاجة بيجري يفرتكه، والكلب طبعا صائن للود مباشرة، ما بيميز حتى صاحبه دوت يعني جنسه ايه، بيصون الود، فهو جاب افضل ما عنده، فانتوا بتلوموه على ايه. فبرضو الوزير وكده يعني قال له بس انا حسبت لك هذا الامر، قال له يا اخ العرب تقبل تنزل علي ضيف، فقبل. فنزل بقى في الإمارة وفي قصر الإمارة، شوف بقى قصر، رجل عمره لما يعني ما شافش هذه الأمور، فنزل عنده حوالي شهر تقريبا حتى حان موعد الرحيل، فقال له أنت ماشي خلاص بقى، أخذ الحاجة بتاعتك وماشي، قال له أنا ماشي كده، قال له طيب أنت مش عايز تقول لنا حاجة يعني، قال له لا أقول لك، أنت أكرمتني والعملية دي، فشوف بقى بيقول له إيه، ألستم خير من ركب المطايا وأنتم أندى العالمين بطون راحي. علماء الشعر بيقولوا هذا أفضل ما قيل في الشعر بالنسبة لإيه؟ للجود والكرم. بص الراجل بقى بتاع البيئة لما تغيرت البيئة، تكلم على مستوى الإيه؟ البيئة بتاعته، قال له بص مش ده اللي انت كنت عايز تقتله بالأمس، إيه رأيك في اللي قاله ده؟ شوف المسألة، ألستم خير من ركب المطايا، فيش حد أحسن منكم يركب الإيه؟ الخيل والإبل والحاجات اللي تركب ديت يعني، وأنتم أندى العالمين بطون راحي. تخيل كده تقدر تعد قطرات الندى لو نزلت في كفك،
فأنتم أكرم من الإيه؟ شوف شوف بقى البيت وعظمة البيت. نعم، فيعني ما حدش بقى يزعل من مسألة الإيه يعني إزاي يعني تتقال يعني. لا نعم. قال أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن منيع العبدي النيسابوري صدوق كان يحفظ، ثم تقدمت به السن فيعني صار كتابه أثبت من حفظه، روى عنه النسائي وابن ماجه. قال كان بسمرقند 400 مما يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام، وأحب مغالطة البخاري فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. 7 أيام عايزين بس إيه؟ وإسناد عراق في إسناد شاميين وإسناد الحرمين في إسناد الغيره، وعايزين بس إيه؟ 7 أيام عايزين بس إيه؟ غلطة واحدة في إسناد أو متن، لا غلط في الإسناد رحمه الله ولا في المتن رحمه الله. قال محمد بن أبي حاتم بلغني أن البخاري شرب البلاذر أو البلاذر، وقيل أن هذا دواء للحفظ، فقلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم. فقال لي لا أعلم، ثم أقبل علي فقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. عايز تحفظ يبقى لابد يكون عندك ايه؟ عندك نهمة، عندك شراهة، دائم النظر، دائم الحفظ، دائم المراجعة، هو ده اللي يثبت عندك ليه الحفظ، وإلا لو ارتكنت يتفلت منك ليه؟ يتفلت منك الحفظ. ولذلك احنا قلنا قبل كده ان كان العلماء ما يحبوش بعض منهم، ما يحبش حد في مجلسه يكتب. ليه؟ يقول له ألست تحفظ؟ ما اعتمد أحد على كتابه إلا إيه؟ إلا نسي محفوظة، حيهمل في الحفظ بتاعه. لا، خلي دايما عندك الإيه؟ الحافظة بتاعتك، ودي طبيعة البيئة العربية، يعني حباها الله تبارك وتعالى بهذه الفضيلة، وهذا فضل تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. قال البخاري تذكرت يوما أصحاب أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحضرني في ساعة 300 نفس، 300 نفس بس بيفكر كده بيفتكرهم، قالوا ايه 300 من أصحاب أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال وما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. وقال محمد بن حمدوي سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 100,000 حديث غير صحيح. وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن إسماعيل لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين، مسألة الصحابة أو التابعين يعني، طبعا هو التابعين مش حديث، لكن عشان تبقى عارف المسألة، أي كلام يكون له سند علماء الأثر يطلقوا عليه إيه؟ يطلقون عليه حديث. ولذلك مثلا الإمام أحمد يقول لك إيه؟ أحفظ 1,000,000 حديث يعني مليون. طب هو عدد الحديث مليون، فأي كلام أي متن له سند يسموه إيه؟ يسموه حديث. طبعا بقى القواعد الاصطلاحية فرقت ما بين المرفوع، ما بين الموقوف، ما بين المقطوع، ما بين الايه؟ ما بين المقطوع، التفريق الاصطلاحي اللي استقرت عليه الاصطلاحات. نعم. لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين يعني الموقوفات، موقوف على الصحابي أو الموقوف على التابعي، إلا وله أصل أحفظ ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الآثار بتاعتهم دليلها فين؟ في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. شوف الحفظ عامل إزاي، يعني مفيش كلام مفيش أثر إلا وله إيه؟ إلا وعليه دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حامد الأعمشي كنا يوما عند محمد بن إسماعيل بنيسابور، فجاء مسلم ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى، فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر، هو العمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أبو عثمان ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على الإمام مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، أخرج له الجماعة.
شوف إشكالية هذه المسألة. نعم، هو من صغار التابعين، لحق أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ولها صحبة وسمع منها، فهو من صغار التابعين وجل رواياته عن التابعين. قال فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير، عن أبي الزبير المكي محمد بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي صدوق، إلا أنه يدلس، إلا أنه يدلس، من الرابعة، روى له مسلم والأربعة، وخرج له البخاري متابعات، خرج له البخاري متابعات. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة، الحديث اللي هي القصة بتاعة حوت العنبر، سرية سيف البحر، أو اللي تعرف بسرية اللي هي الخبط أو الخبط، اللي هم أكلوا فيها أوراق الشجر وكانوا يمصوا التمرة، تعيين الواحد في اليوم تمرة، الصحابة تعيينهم في اليوم تمرة، احنا يعني ما شاء الله بتبقى المائدة بأشكال الطعام والشراب لا يعني هذا لا يكفي، وهو ما بيأكل إيه يومه كامل على إيه تمرة. وحتى قيل لهم وما تفعلون بتمرة، قالوا كنا نمصها ونشرب عليها الماء، يعني كمان مش هنأكلوها، نحن هنقعد نمص فيها عشان لو خلصت ما هو ده اللي موجود في اليوم انتهت المسألة، فأنا أمص عليها طول اليوم لحد ما هتعمل تحصل يحصل إيه للتمرة، حدوب كده زي السكاكر كده وخلاص انتهت المسألة زي الحلوة، ونشرب عليها الماء أهو لحد ما طلع لهم بقى إيه حوت العنبر، حوت الإيه حوت العنبر. هذه المسألة نلاحظ بقى فيها أمور عشان تعرف عظمة الإمام البخاري. لاحظ أن مسلما رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا الحديث معلقا، جابه منين؟ أول أمره من عند العمري. طب فين اللي قبل كده؟ ده العمري ده من التابعين، من صغار التابعين، يعني في بين مسلم وبينه مفاوز، ماشي كده؟ فين بقية الإسناد؟ مفيش. يبقى معنى كده أنه بيسأل الإمام البخاري، يبقى أنت هتكون عارف إسناد هذا الحديث، مبدأ إسناده ولا لا، ماشي كده؟ أما تيجي تعرف إن العمري لم يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، هذا لم يروى عنه على ما قال أهل العلم إلا حديثين فقط، ده واحد منهم، وحديث ثاني في الحج في رمي الجمرات على ما ذكره المزي رحمه الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ يبقى دلوقتي الإسناد ده إيه؟ إسناد فريد، إسناد فريد من نوعه، واضح كده؟ طيب يبقى دلوقتي كأن الإمام مسلم بيسوق هذا عشان يعرف الإمام البخاري هيوصل معاه لحد فين، هل لو الحديث ده له إسناد هل هيعرف إسناده؟ لأنه رواه له إيه؟ معلق، جابه له منين؟ من عند التابعي، من عند العمري، وهو من صغار التابعين، يبقى فين بقية الإسناد؟ مش مذكور، دي مسألة. طيب وإن كان الحديث ده على ندرة هذه المسألة، على ندرة رواية العمري عن أبي الزبير، هل في علة؟ وإن كانت في علة تبقى العلة إيه هي؟ لما تيجي تعرف إن الإمام مسلم احتج بأبي الزبير، ماشي كده؟ ومع ذلك شوف الحديث دوت أهو، لكن لم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق العمري عن أبي الزبير، ما خرجش هذا الحديث رغم أنه بيسأله فيه، لكن لم يخرجه في صحيحه من طريق العمري عن مين؟ عن أبي الزبير. يبقى الإمام مسلم دقيق جدا في المسألة بتاعته، وعايز حاجة معينة يوصلها عند الإمام البخاري، صح كده؟ يبقى سؤال مش عابر، مسألة مش عادية، مسألة مش إيه؟ مش عادية، رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا به يفاجأ بأن الإمام البخاري يسوق له الحديث أو الإسناد بتمامه على الفور بسنده المتصل، فقال حدثنا ابن أبي أويس، اللي هو إسماعيل اللي تقدم، ابن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر، فذكر الحديث بتمامه، يعني حتى ما استناش شوية، ده جاب له الإيه الإسناد على إيه؟ على الفوري، الإسناد على الإيه؟ على الفوري. يبقى دلوقتي الإمام البخاري عند الإمام مسلم بيعمل إزاي؟ ماشي كده؟ وفي نفس
المجلس في نفس المجلس رحمه الله تبارك وتعالى، رغم أن لهذا الطريق يعني حتى تتم الفائدة، أخرجه البخاري في باب غزوة سيف البحر عن وهب بن كيسان عن جابر أن أبي الزبير ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، فأخرجوا عن وهب ابن كيسان عن جابر، وأخرجوا أيضا عن عمرو بن دينار عن جابر، وأخرجوا مسلم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، ما جابوش من طريق الإيه؟ عبيد الله بن عمر، نعم، وأخرجه عن عمرو بن دينار عن جابر، فهذه الطريق لم يخرجه مسلم في صحيحه، ولكن جاءت عند أبي عوانة في مسنده، قال حدثنا محمد بن إسماعيل المكي، قال حدثنا إسماعيل بن أبي إويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر الحديث. وأم جاي جايب يعني الحديث هنا إيه؟ نادر جدا بالطريق ده، نادر إيه؟ نادر جدا. نعم، في المجلس ذاته جاءه إنسان فقرأ، وقيل إن الإنسان ده كان الإمام مسلم نفسه، وقيل إن كان واحد تاني غير الإمام مسلم، فقرأ عليه من طريق حجاج بن محمد، هو المصيصي الأعور أبو محمد ترمذي الأصل، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد وقبل موته، خرج حديثه الجماعة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، إلا أنه كان يعني يدلس تدليسا شنيعا، فكان يخفض صوته بالضعيف لا يسمعه إلا للقريبين منه جدا، ويرفع صوته بالثقة رحمه الله تبارك وتعالى. عن موسى ابن عقبة، وهو ثقة فقيه إمام من أهل المغازي، وقيل أنه أول من صنف في المغازي وعداده في صغار التابعين، خرج له الجماعة، ولم يصح أن يحيى بن معين لينه رحمه الله تعالى. عن سهل بن أبي صالح صدوق تغير بآخره، أخرج له البخاري مقرونا، فيبقى سهيل بن أبي صالح ليس على شط البخاري، ولكن هو من رجال مسلم رحمه الله تعالى، خرج له مقرونا وتعاليق، واحتج به الباقون. عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان رحمه الله تعالى، ثقة ثبت، خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، كفارة المجلس إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال مسلم رحمه الله في الدنيا أحسن من هذا الحديث. ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح، تعرف بوجه سهيل الإمام البخاري، تعرف إسناد في الدنيا أو تعرف حديثا في الدنيا بهذا الإسناد، تعرف حديث في الدنيا بهذا الإسناد؟ فقال له البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلا أنه معلول، فيه فيه علة. العلة دي دلوقتي عرفها مسلم ولا ما عرفهاش؟ ما عرفهاش، ماشي كده، لم يعرفها الإمام إيه؟ لم يعرفها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد، أخبرني به، أنا عايز أعرف الإيه؟ عايز أعرف العلة. يبقى دل على إن العلة علة غامضة ولا ظاهرة؟ غامضة، وده الأصل في العلة، ده الأصل في الإيه؟ الأصل في العلل إنها إيه؟ لكن ممكن تسري على العلل أيضا الإيه؟ الظاهرة، لكن أصل العلة إنها إيه؟ إن هي غامضة لا يقف عليها إلا الإيه؟ الجهابذة، لا يقف عليه إلا الإيه؟ إلا الجهابذة الغواصون في هذا الأمر، ولذلك ما يعني كان لهذا الأمر إلا من يعد، يعدون رحمة الله عليهم جميعا، ما تصدى لهذا الأمر، وده أغمض أنواع علوم الحديث، أغمض أنواع علوم الإيه؟ الحديث، معرفة الإيه؟ معرفة العلة، معرفة العلة، إلا أنه معلول. فقال له البخاري أستر ما ستر الله، هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، فألح عليه مسلم وقبل رأسه وكاد أن يبكي، فقال أكتب إن كان ولا بد. ودي عادة إيه؟ أهل العلم، المسألة إيه؟ بتبذل هكذا، لكن لا بد أن يكون فيه إلحاح، ويكون يعني مش زي مثلا تطلب أعرض شوية الشيخ عنك أو كذا أو شيء من هذا القبيل، هو يعني ما فيش حد عنده هذا الأمر غيره، انتهت المسألة،
داء العلماء يعني والمشايخ ما شاء الله. لا, لا هذا ليس من الأدب, لكن ممكن الشيخ بيحب عايز يعرف عزمك في هذا الأمر. ولذلك يعني الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى, أبو محمد سليمان بن مهران, جاءه رجل يسأل عن أحاديث فقال لا حدثتك حتى الأضحى, لحد ليه؟ لحد الضحى, حتى الايه؟ حتى الأضحى. فخلص هو مش هيحدثني فذهب. ثم جاءه في الايه؟ في الموقف, في الوقت الذي حدد, فسلم عليه يقول فعرفني, فرد علي السلام بطريقة لم أعهدها من قبل. يعني هو افتكر لما نهره ان هو هيعمل ايه وزجره كده ان هو هيروح مش هيرجع, لقى ايه؟ يبقى ده دلوقتي انسان ايه؟ عنده صدق وعنده عزم وعنده همة, ماشي كده. فرجع له فسلم عليه سلاما ورد عليه ما لم يفعله من قبل, وعرفه من مجرد ليه؟ الكلام والصوت. فبيكرر عليه المسألة فرد عليه وزاده قال, شوف بقى الشاهد, وكان يحب للعربي أن يكون له عزمة. يبقى دلوقتي في مسائل, في أمور عند الشيخ, فدي مسائل لابد أنها إيه؟ تكون حاضرة عند من يطلب المسألة. وممكن تكون حجته غير حاضرة الآن, ممكن يكون هو مش متهيئ الذهن, ممكن يكون عنده حاجة مشغول, ممكن يكون عنده حاجة في البيت, ممكن يكون عنده أمر, فما تبقاش هي دي الإيه؟ فلابد أن تجد هذه المخارج كلها. لا إذا كنت إيه؟ عشان كده بنقول نهتم بمسألة التراجم, مسألة التراجم في غاية الأهمية. فقال له اكتب إن كان ولابد. ثم روى هذا الحديث بسنده السالم من العلة هكذا, حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي رحمه الله تبارك وتعالى, روى عنه البخاري 260 حديث وثمانية متابعات, ولم يخرج لا ولم يروي عنه مسلم إلا حديث أم زرع فقط في صحيحه رحمه الله. قال حدثنا وهيب يعني ابن أبي خالد ثقة ثبت خرج له الجماعة, قال حدثنا موسى بن عقبة عن عون ابن عبد الله هو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي كوفي ثقة عابد, روى له مسلم والأربعة, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس. يبقى هنا عون ابن عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم, ده فيه هنا ايه؟ في انقطاع, في انقطاع في هذا السند, في انقطاع في هذا السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي السند السالم من العله اللي هو فيه ايه؟ ادي علته بقى, ادي ايه؟ ادي علته. شوف هيقول له ايه كمان. نعم. ثم قال البخاري هذا اولى, ولا يذكر لموسى بن عقبه مسندا عن سهيل, يعني لا يذكر لموسى بن عقبه سماع عن سهيل بن ابي صالح. يبقى دلوقتي كام حاجه؟ يبقى عون ابن عبد الله ماشي كده عن النبي, ده هنا ايه؟ في سقط. وموسى بن عقبه ليس له سماع من سهيل بن ابي صالح, ادي كمان ايه؟ ادي كمان الثانيه. فجه اختلط الامر على بعض الرواه فرواه ايه؟ فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم, حصل خلط. هنا العله دي عله في الاسناد لكن لها لا تقدح في المتن, المتن صحيح الحديث ايه؟ صحيح, لكن العله دي عله ايه؟ العلة في الإسناد, ودي أحد أجناس العلة, أن تكون العلة في الإسناد لكنها لا تقدح في المتن. وممكن تكون العلة في الإسناد وتقدح في الإسناد والمتن معا, ماشي كده. فدي العلة اللي أظهرها مين؟ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فقام إليه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى فقال أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا حاسد. وقال له أيضا دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله, في علله. ده كلام مين بقى؟ كلام الإمام مسلم لمين؟ لشيخه, لشيخه الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ومما يشهد لبراعة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وتقدمه في العلل وهو أدق علوم الحديث وأغمضها وما قام له إلا الجهابذة, ما قاله أبو عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى, قال في كتابه في آخر جامعه رحمه الله لم أرى أحدا بالعراقي ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال ابن رجب
رحمه الله تبارك وتعالى، مع أن الترمذي رأى أبا زرعة الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، وكلامه كالصريح في تفضيل الإمام البخاري في هذا العلم على أبي زرعة وعلى الدارمي رحمة الله على الجميع. وقال الترمذي أيضا: ما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، يعني لمين؟ للإمام البخاري. وأكثر ما ناظرت به محمد بن إسماعيل البخاري، ومنه ما ناظرت عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وأبا زرعة، وأكثر ذلك أكثر ما ناظرت فيه عن محمد بن إسماعيل، وأقل شيء فيه في المناظرة في العلل وغيرها عن عبد الله وعن أبي زرعة الرازي رحمة الله على الجميع. هذا شهادة من الإمام الترمذي لمين أيضا؟ لشيخه الإمام البخاري في ذلك. وقال ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ من محمد بن إسماعيل. من محمد ابن إسماعيل. جمع الإمام البخاري لصحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم ابن معقل: سمعت أبا عبد الله يعني البخاري يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. شوف المسألة، شوف دي مسألة مهمة جدا. ابن المبارك كان يكتب كثيرا، فسئل في ذلك عن كتر الكتابة فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. فأنت ما تدري إمتى الكلمة اللي ممكن تقع في قلبك ويكون لها وقع في قلبك توقد فيك شعلة من العزم ومن الهمم، يعني تصبو به وتصل به إلى القمم. لا تدري. فإياك أن أنت تغفل أمر كلمة، وإياك أن أنت تغفل أمر سماع، وأن أنت تزهد في سماع أو تزهد في قراءة أو شيء من هذا القبيل. لا تدري. شوف المسألة، بركة مجالس العلم، بركة مصاحبة العلماء، دي مسائل في غاية الأهمية. كلمة قيلت في مجلس كان فيها قدر الله تبارك وتعالى، كانت وقعت عليه وافقت قدر الله تبارك وتعالى، وقعت في قلب إمام المحدثين، فصار وقام على جمع الحديث في 16 سنة يجمع الصحيح اللي بين أيدينا اليوم وبين أيدي الناس في المشارق والمغارب من 600,000 حديث. الكتاب اللي عندك ده من جمع الإمام البخاري من كام وطلع الأحاديث اللي فيه دي من كام؟ من 600,000 حديث منتقى رحمه الله تبارك وتعالى، على مدار قد إيه؟ على مدار 16 سنة. بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ كلمة قيلت في مجلس، كلمة قيلت في مجلس. فما تزهدش أبدا، ما تزهدش إيه؟ أبدا. نعم. وقال الفربري: قال محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وصليت إيه؟ ركعتين. رح يعد بقى وشوف الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. ودائما أبدا إحنا من عادتنا، وده من فقه، إن الأمر إذا طال النفس سريعة الملل، تمل. فلو طال الكتاب قد يمل، فعمل إيه؟ انتقى من 600,000 حديث اللي عنده ديت، انتقى إيه؟ أصول الأحكام رحمه الله تبارك. فخرج في كتابه الأصول، خرج في كتابه الإيه؟ الأصول رحمه الله تبارك وتعالى. وإلا لو حب هيبقى عنده إيه؟ وكذلك الإمام مسلم، فاقتصروا على ذلك حتى إيه؟ لا يكون هناك تطويل. والتطويل من عادة الإنسان، يقول لك أنا هخلص ده إمتى، أنا هخلص ده إيه؟ ده هخلص ده إمتى. لما هيقعد كل مرة في ترجمة مثلا، يجيب لنا الترجمة تاخد ترجمة شيخ تاخد كده، والإسناد في 6 شيوخ، لما كل ترجمة تاخد لقاء، يبقى دي 6 لقاءات، 6 لقاءات مرة في مرة في الشهر، في مرة في الأسبوع، يبقى 6 لقاءات هيعملونا إيه؟ شهر ونص، ولسه ما دخلناش في الحديث. لا، فضنا من المسألة دي، دي ناس فاضية. مش ده اللي يحصل؟ ده إيه الناس دي؟ إحنا ورانا يعني أمور، إحنا
فدائما أبدا الإنسان يسعى لما فيه حظ نفس. الحاجة اللي ما فيهاش حظ نفس يزهد فيها قوي، يزهد فيها إيه قوي. ودائما محدش يقدم على التراجم لما فيهاش حظ نفس، لكن ممكن تقدم على إيه؟ على الأمور الفقهية في حديث. هذه اللي في القعدات هتبتدي إيه؟ تفرد بالمسألة، حكم المسألة، إيه الأقوال اللي في المسألة، إيه الراجح فيها، إيه الأولى فيها، الحديث ده يحتج به ولا لا، لا يحتج به، الحديث ده فيه فلان. هذه المسألة اللي هيبقى فيها إيه بقى؟ الإغراب، مش كده؟ فدائما أبدا النفس تسعى لحظ نفسها. نعم. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: وتركت من الصحاح كي لا يطول. فأخرج الأصول رحمه الله وقال له وراق: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما فيه، ما فيش حرف يخفى علي في الايه؟ في الجامع الصحيح المختصر. ولهذا سماه الإمام البخاري بقى اللي بين أيدينا صحيح الإمام البخاري، اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهو جامع، احنا تقدم قبل كده انه يجمع ايه؟ أقسام العلم الثمانية، أقسام العلم الثمانية كما تقدم بيانه. طيب، وسماه أيضا رحمه الله تبارك وتعالى مسندا، يبقى شرط الإمام البخاري الحديث الايه؟ المتصل. يبقى لو في معلق يبقى ده ليس عليه، على شرطه. ماشي المسألة ديت عشان ما حدش يقول لك كده في البخاري، لازم في البخاري تقول رواه البخاري ايه؟ في أصوله ولا تعاليق ولا مقرونا؟ لازم تبين هذه المسألة. واضح كده؟ يبقى المسند يبقى ده دليل ايه؟ انه لا يخرج الا الايه؟ شرطه الحديث المتصل الى منتهى. نعم. وسماه مسندا لانه اورد فيه الاحاديث المسنده المتصله الى النبي صلى الله عليه وسلم، وما اورد فيه عن الصحابه والتابعين ومن بعدهم ومن المعلقات فانما هو على ايه؟ فانما هو على التبع، فانما هو على التبع. وسماه صحيحا لانه اورد فيه ما صح من الاحاديث. وقلنا ان هو رحمه الله تبارك وتعالى امتاز صحيحه بانه جاب الاحاديث اللي اتفق على صحتها المتقدمون اللي سبقوه، وكذلك اتفق على صحتها الايه؟ الذين عاصروه من القمم كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم من أئمة العلم. وسماه صحيحا لأنه أورد فيه ما صح من الأحاديث، وسماه مختصرا لأنه خرجه وانتقى أحاديثه من 600,000 حديث واختصره منها رحمه الله تبارك وتعالى. قذا قال البخاري: صنفت كتابي الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. يبقى أبتغي به إيه؟ وجه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي جزاه الله عن الإسلام خيرا: نعم ما ادخره لميعاده. فيعني ميجي نتكلم ما الذي ادخرناه نحن لميعادنا. وفاة الإمام البخاري، وبها أختم إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني أنا أرجو أنكم تراجعوا الترجمة يعني، بس حتى لا يطال الأمر فيبقى فيه برضو نوع من الملل، أرجو أن أنتم تراجعوا يرحمكم الله، تراجعوا الترجمة، ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وفاة الإمام البخاري رحمه الله، قال محمد بن أبي حاتم وراق الإمام البخاري: سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه البخاري يقول إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ بعضده، قال: أرسلوني فقد ضعفت. فقد إيه؟ فقد ضعفت. فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع. ثم إيه؟ ثم اضطجع. في بعض الأثار الثانية أنه دعا رحمه الله تبارك وتعالى يعني: قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. ويجوز تمني الموت عند إيه؟ عند ظهور الفتن التي يخشى منها على الدين، يخشى منها على الإيه؟ على الدين. وله في ذلك إيه؟ سند، له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يمر الرجل فيه على قبر إيه؟ على قبر صاحبه، يوم يتمنى أنه يكون إيه؟ من شدة إيه؟
وسبقه إلى ذلك أيضا أبو بكر وعمر. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: اللهم كبرت سني وضعف جسمي أو ضعف عظمي وانتشرت رعيتي، كثرت رعيتي. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في المدينة ويحكم قرابة 23 دولة. 23 إيه؟ دولة، مش إحنا دولة وفيها ما فيها. 23 دولة يحكمها وفين؟ هو في المدينة. ولا يخفى عليه أمر من دابة تعثر في مصر من أمصار الإسلام، رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. ماشي كده، انتشر فاقبضني. طبعا انتشرت الرعية، الإمام فاهم هذه المسألة. دلوقتي في ضعف في البدن بيتقدم بيه السن، وفي ضعف ممكن الضعف ده يكون سبب لتقصير، مش كده؟ يفضي إلى تقصير، أو ما أقدرش أن أنا أوفي الأمر حقه. هذه مسألة. وانتشار الرعية، أنت تسأل عن جميع هؤلاء يوم القيامة. يبقى كل ما كثرت الرعية كلما إيه؟ كثر عليك الأمر واشتد. فهو مش عايز هذه المسألة. فما استتم الشهر وما استدار الشهر حتى لحق بالرفيق الأعلى، أو حتى لحق بصاحبيه، توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه كما هو معلوم في هذا الأمر. فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم سال منه عرق كثير. ودي من علامات الإيمان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت بعرق، نعم، فاشتد منه العرق، وما حتى في الغسل كان العرق كثير، حتى ما رؤية يعني بالنسبة لمن غسله ما رأوا عرق بمثل هذا الأمر. طبعا العلماء لهم كلام في هذا الأمر، أن هذا العرق من التشديد عليه في الموت، إذ كانت للعبد ذنوب أو كذا يشدد عليه فيعرق، أو أنه بالنظر إلى ما يبشر به العبد من وفد الرحمن إليه تبارك وتعالى، فيستحي مما قدمت يداه مع هذه البشرة فيعرق. وقيل أن هذه يعني من المبشرات إلى المؤمن، غير معقولة المعنى. هذه علامة جعلها الله لأهل الإيمان، لغير معقولة الإيه؟ غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد وصى: كفنوني في 3 أثواب يتبع السنة، ليس فيها قميص ولا عمامة، السنة في ذلك. قال: ففعلنا، فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته، فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، رائحة طيبة كالمسك، دامت أياما رحمه الله تبارك وتعالى. قال الخطيب في تاريخ بغداد عن عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغنا موت محمد بن إسماعيل، فنظرت فإذا هو قد مات في تلك الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكرامات. نعم. وقال مهيب ابن سليم: كان ذلك ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، رحمه الله تبارك وتعالى، سنة 256 للهجرة. قال الحسن ابن حسين البزار: كانت مدة عمر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى 62 سنة إلا 13 يوم، تغمده الله تبارك وتعالى برحمته، اللهم آمين. هذا يعني موجز أو قطرة من بحر ترجمة الإمام البخاري، يعني أوجزت فيها على قدري، وهي تحتاج إلى ذلك، لكن يعني حتى لا يطال الأمر أكثر من ذلك، فقد يعني يصيب البعض شيء من الملل. ولذلك أوصي أخيرا بمراجعة ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.